حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذه وعليه حله وعلى غلامه حله فسالته عن ذلك فقال اني ساببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم